التالي قرر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا استئناف الدوام في الجامعات بموعدها المقرر ابتداء من 31 أيار مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتباعد المكاني والتأكيد على منع كل مظاهر التجمعات وزيادة التوعية بين الطلاب في الفترة القادمة. كيف لازم يستعد الطالب نفسيا ودراسيا لهي المرحلة؟ ما هي العقبات التي قد تواجهه؟ الموضوع رح يتم مناقشته مع الدكتورة آداب عبد الهادي، دكتورة في علم النفس. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا، صباح الخير، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحك دكتورة. بالبداية يعني من بعد فترة حجر مدة شهرين تقريبا، يعني طلع قرار بإعادة فتح الجامعات من الساعة 9:30 الصبح لساعة 9:30 بالليل، فالطالب من فترة الحجر على الجامعة يعني كيف فيه هيك يحضر نفسه يرجع يتأقلم؟ طبعا ضمن شروط وقائية هو لازم ياخذها بالكلية، خلينا نحكي عنها. اولا طلع القرار من الفريق الحكومي قبل وقت، يعني قبل فتره تتيح للطالب الاستعداد. طبعا نحن مش رح نقول له للطالب اليوم خلص الحجز بكره يلا تعالى عود من 9:30 ل 9:30 مساء، لا، اضافه الى ذلك كل الطلاب على معرفه انه نحن لم ننجز الامتحانات بعد. اذا هناك استعداد ضمني عند كل طالب لم يتقدم بعد إلى الامتحان. نعم. في هذه الفترة، في هذه طبعا الفترة اللي كانت فترة الحجر اللي فترة هي كانت طويلة، أضوى الطلاب بالنوم وبالتسلية مع العائلة وبتغيير الجو على التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يعني صار في خلل بنظامهم اليومي. هلأ نحن خلصنا التسلية، خلصنا رجعنا. هي الفترة نحن هلأ بنعرف أنه 31/5 بدنا نرجع للدراسة. من هلأ من وقت ما طلع القرار هن الطلاب كانوا عم يستنوا الوقت، يستنوا إمتى رح يصير في استئناف الدراسة. أوكي، إجاك هلأ الوقت ب31. أول شغلة لازم نعملها بدون أي نقاش التوقف عن السهر. يعني اللي قاعدين عم يسهروا للتنتين ثلاثة بالليل خلص هلأ خلينا كل يوم نرجع ساعة حتى وقت قبل ما يجي 31/5 يكون موعد نومنا الساعة 10 مساء واستيقاظنا 6 صباحا. يعني هيك لازم أول شغلة نعمل ببرنامجنا من هلأ، خلينا نستعد حتى بكرة ما نعاني بالاستيقاظ صباحا. هلأ عنا أسبوع، بهالأسبوع كل يوم نصحى الساعة 6 الصبح وننام 10، طبعا وقت بننام 10 اكيد بنفيق 6، بس اذا نمنا 2 مش رح نقدر نفيق 6. صحيح. شغله ثانيه واهم ولها يعني اهميه قصوى هي الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي. يعني نحن رجعنا بدنا نستأنف الدراسة، راجعين ندرس، نحن كتير فاتنا الطلاب، فاتن كتير بعض المهارات وبعض المعارف وبعض الخبرات، وبالتالي هلأ مرحلة الاستئناف رح يصير في تكثيف للجهود، وبالتالي كل شيء بيشتت الانتباه من المفترض الابتعاد عنه. التلفزيون، وسائل الاتصال بأنواعها، المشاوير، الأحاديث، هي هلأ خلينا بس هالشهرين نحن عنا هلأ نضبط نفسنا، نعطي نفسنا شو هو اللي هدفنا اللي نحن لازم نسعى لتحقيقه، فلازم نبذل مجهود. ما في شيء بيجي بالسهل وما في شيء بيجي بالنوم، بده تعب وبده جهد، فنحن نعمل هاي الأشياء. إضافة إلى ذلك علينا أن نفكر كيف نخطط، كيف ننظم وقتنا، ما هي الطريقة الخطة التي سنضعها كل يوم لمتابعة الدراسة. يعني من هلأ نجيب الكتب، نحط الكتب، نسترجع وين وقفنا قبل الحجر وين هلأ بدنا نكمل بعد الحجر، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم إعطائه من خلال النت ومن خلال الفضائيات التربوية، باعتبار أنه كان هناك فكرة التعليم عن بعد فتم أعطاء بعض الدروس. فعلى الطالب هلأ لازم تعمل، مش بس تروح ب31/5، هلأ بدك تحط الكتب، هلأ بدك تشوف وين وقفت وين رح تبلش وشو النقاط اللي مرت من خلال النت أو التلفزيون بالتعليم، الدروس التعليمية عن بعد وما عرفتها، من هلأ بدك تكتبها، من هلأ بدك تقول شو بدك تسأل الأستاذ، من هلأ بدك تكتب
اي ساعه بدك تدرس واي ساعه بدك تنام واي ساعه بدك تفيق، من هلا بدك تعمل اداره جيده لوقتك وتحديد لهدفك حتى تحصل على نتيجه وحتى تعرف انك انت رايح من اجل الامتحان. هلا نحن ما بقى في عندنا وقت للمزح، ما بقى في عندنا وقت للعب، ما بقى في عندنا وقت للتسليه، عندنا هلا وقت الجد. هلا وقت الجد، اضافه الى كل ذلك كل ما يقال على الطالب. هلا انت رايح على المدرسه او على الجامعه، كل ما يقال عن كورونا لا تستمع اليه، انسى ان هناك في كورونا. مع شوفي في اشكالي هون، مع المحافظه على التزامك بالاجراءات الاحترازيه. يعني انت ما تتابع اخبار كورونا، ما تتابع اخبار الاصابات، ما تتابع اخبار الانتشار، ما تتابع اخبار الضحايا، وانسى انه في كورونا، لكن اعتبر انت ان هناك بعض التعديلات على سلوكك اليومي من خلال النظافة والتعقيم، وإذا كان في عندك غريب أو حساسية معينة ارتدي كمامة، حاول دائما تبتعد عن زملائك في الجامعة. حتى هو في فترة الاستئناف الفريق الحكومي أخذ بعين الاعتبار ليش عمل من 9:30 مساء صباحا للتسعة ونص مساء. نعم. هو مش نفس الطالب من 9:30 للتسعة ونص، طلاب كتار. في زمر، تقسيم الطلاب إلى زمر، وكل زمرة في إلى موعد محدد، فهي من 9:30 للتسعة ونص تستوعب كل الزمر. فأحيانا زمر يتناسب مع 9:30 أنه ينتهي الدوام، وزمر لا يتناسب. فلهيك إضافة إلى أنه تقصير الساعة حصة المحاضرة، وبالتالي في متسع من الوقت للطالب أن يتماشى مع هذا البرنامج. لكن إذا استعد نفسيا وجسديا وذهنيا، شلون بده يستعد جسديا؟ أثناء الفترة، أثناء فترة الحجر، كان هناك فوضى عند كل الناس، ليس فقط عند طلبة الجامعة أو المدرسة، في تناول الطعام، بيأكلوا أي شيء، بيجيبوا أي شيء، ما مشكلة، شو ما أكلنا المهم ناكل ونشرب. هلأ نحن، أنت الطالب لا يمنع أن تحدد نوعية غذائك، تبتعد تماما عن الوجبات الجاهزة، الشيبس والكولا بلاها أبدا. أي طالب عم يأكل شيبس وكولا يعرف أنه هو عم يأذي نفسه ويأثر على نسبة الذكاء والتذكر، لأن الشيبس والكولا يؤثر على الذاكرة. يستبدل ذلك بالتمر، بالمشروبات المفيدة، يعني اللبن، الحليب، نعم، الخضروات، الفواكه، اي نوع من انواع الفواكه، اي نوع من انواع الخضروات. اللوز هلا منتشر بكسره، يروح يشتري لوز وياكل يعني، ويبتعد. اللوز الاخضر، اللوز الاخضر، والله اللوز اليابس هذا كثير مفيد، يفيد على الذاكره ويقوي الذاكره. على الاسره هلا تعرف انه انا لازم طعمي ابني كل يوم الصبح بيضه، لازم انا اعرف انه وجبه الافطار اساسيه. هلا ابني رايح على الدراسه، لازم ارفع نسبه الذكاء، ارفع نسبة التذكر، ارفع نسبة الجاهزية والاستعداد لتحمل أعباء الدراسة. حلو. إذا ما بده يكون عنده الاستعداد الكامل النفسي والذهني والجسدي، لا يمكن أنه يتجاوز هذه المرحلة، لأنه نحن هلأ جايين على مرحلة الدراسة، في عنا شوية أعباء، وهي شوية أعباء نحن قادرين، أي طالب قادر لتحمل هذه الأعباء، وأي مدرس قادر لها التحمل، لأنه نحن قلنا شهرين قاعدين مرتاحين، وهلأ الناس راجعة بشوق، بشغف. يعني مش الطالب متضايق أني أنا راجع على المدرسة، لا، كثير في طلاب أنا لاحظت أنه عندهم فرح وبهجة، إيه أنه نحن راجعين على المدرسة، راجعين على الجامعة، راجعين. نعم. فرحانين. صح. فلذلك نحن علينا نعمل تهيئة نفسية، استعداد نفسي أنه أنا إيه عندي مدرسة، استعداد ذهني، استعداد بدني، نفيق بكير، ننام بكير، نظبط برنامجنا الدراسي، نظبط نوعية أكلنا، نحدد أهدافنا، نعرف حالنا أنه نحن قادمين إلى مرحلة بدنا ناخذ فيها نحن شهادتنا وننتقل إلى الجامعة. لأنه كثير في بعض الطلاب صار في عندهم حالة من القلق، سيما طلاب الشهادات، وقالوا لي أنه نحن هلأ بكالوريا، شلون السنة الجاي بركي ما عملوا امتحان، وبركي ما رحنا على الجامعة، نحن بدنا نصير بالجامعة. قلت لهم لا داعي للقلق، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم إلغاء الامتحانات، الامتحانات ستجرى في موعدها، وبالتالي ستنتقلون إلى الجامعة. لأنه في كثير طلاب حتى في فترة الحجر لم يبتعدوا عن الدراسة، تابعوا بالبيت، تابعوا بالتلفزيون، تابعوا بالنت، تابعوا لحالهم، تابعوا مع أمهاتهم، إلا أنهم لم يبتعدوا لحظة واحدة عن الكتاب إطلاقا. نعم. بعكس بعض الطلاب اللي اعتبروها فترة للاستراحة والاسترخاء
الرفاهية يعني. دكتورة يعني أخذنا منك نصائح ومعلومات كثيرة، كان بلشنا بموضوع تنظيم النوم، الابتعاد عن الملهيات، وكنا عم نحكي أنه نوضع خطط وأهداف، بلش الدوام وحكينا عن ساعات دوام طويلة متعود عليه الطالب الجامعي أو نسبة كبيرة للأسف، بتروح قبل الامتحان باسبوع بتروح على المكتبه نزل لي كل شيء في محاضرات، ممكن يكونوا 15 20 محاضره. اليوم كيف في الطالب ينظم وقته بظل هذا الكم الكبير من المعلومات اللي راح ياخده؟ اول شيء هو الطالب في عنده كان من بدايه العام الدراسي لهلا، اذا الطالب بده يجي يترك كل الدراسه الى قبل الامتحان، والله هو بقى المسؤول عن التقصير وهو المسؤول عن الفشل، لانه من بدايه العام الدراسي الاساتذه والدكاتره عم بيوجهوا الطالب، انت يا طالب عندك هدف، صار التعليم والحصول على الشهاده هو السبب الاساسي لترقيه المستوى الاقتصادي والاجتماعي للفرد، مستواك الاقتصادي والاجتماعي بدك وظيفه كويسه بدك تتعلم، والاسر بيعرفوا هيك، لذلك صار في اهتمام كبير بالعلم. هلا الطالب اللي استدرك وندم اني انا كنت مقصر وانا اسف اني روحت علي وقت طويل، الطالب الشاطر مو مقصر، الطالب الشاطر حاطط جدول وحاطط يعني مخطط معين، انا كل يوم كم بدي ادرس صفحه وكل يوم كم بدي ادرس ورقه وكم ماده والى اخره، وحاطط برنامج، وانا شفت بعض الطلبه عاملين برامج للدراسه انه 3 4 ايام تاريخ، 3 4 ايام جغرافيا، 3 4 ايام يعني كلهم محضرين شو بدهم يدرسوا. الطالب اللي قصر والطالب اللي ما قدر يلحق هي وندم هلا وحابب، ايه في عندك وقت، في عندك وقت بتقدر، نحن هلا من هلا انت من وقت ما طلع قرار الفريق الحكومي جيب الكتب كلها حطها قدامك، نعم شوف كل ماده شو في عندك تقصير فيها، شو الاسئله اللي بدك تطرحها للاسئله دكتوره، وانت طلع النقاط اللي يعني الحديث اللي عم تحكيه دكتوره والنصائح كثير مهمه متابعين فيها اكيد، ولكن صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر المستجدات السياسيه على الساحه المحليه العربيه والعالميه مع زميلنا علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير إليك سالي ولا نرمين ولا ضيفتكم الكريمة. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. السلام عليكم. أقدمت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية على إدخال عدد من الحصادات لسرقة حقول القمح في ريف الحسكة، وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي أدخلت عددا من الحصادات إلى منطقة رأس العين المحتلة في ريف الحسكة الشمالي، يأتي ذلك بغية سرقة محاصيل الفلاحين الزراعية وتهريبها إلى الأراضي التركية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لبنان يمتلك قوة الردع في وجه كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى أن حضور الولايات المتحدة الأمريكية المباشر إلى المنطقة يعد دليلا على ضعف حلفائها. ولفت الأمين العام لحزب الله في مقابلة مع إذاعة النور بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، لفت إلى أن حضور الولايات المتحدة الأمريكية المباشر في المنطقة مؤشر على قوة محور المقاومة باعتراف كيان الاحتلال، وأكد على أن قوة المقاومة اليوم في فلسطين المحتلة هي عنصر قوة استراتيجي في صالح محور المقاومة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد. الوزارة أوضحت أن المصابين منهم 9 من الكويت، 5 من السودان، وإصابة من الإمارات، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 121 إصابة. وفي فلسطين المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية وهدمت منشأة زراعية. وكالة وفا ذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة خلة الخشبة بالبلدة بعدد من الجرافات وهدمت منشأة زراعية. نهاية الموجز، عودة الآن إلى نيرمين وسالي لمتابعة برنامج صباح نغير.
شكرا لك علي. اكيد مكفين مع دكتوره اداب، يعني الحديث كان مثل ما حكينا تحت الهواء جدا ممتع، وخاصه النصائح اللي انا كمان عم بستفيد منها مثل ما قلت لك دكتوره، اكيد مكفيين معك. صحيح دكتوره، كنا عم نحكي عن الصعوبات اللي بدها تواجه او قد تواجه الطالب بالفتره الجايه. بدنا نحكي عن فتره الكورونا يلي كان لها كثير من الاثار النفسيه على الطالب، كيف اليوم الفتره الماضيه كثير تعب ممكن الطالب او نحن تعبنا لتعودنا مع الحجر الصحي والكورونا، اليوم راجعين للشغل، كيف بدنا نرجع نتعود على عادات ما قبل الكورونا؟ هلا عادات ما قبل كورونا او عادات ما بعد كورونا ما في شيء رح يتغير. شلون يعني؟ العادات التي تم اكتسابها اثناء فتره الحجر الشهرين رح تستمر، وممكن يصير تعزيز لقلقك كمان. يعني مو انه نحن كان في عنا عادات وطلعت وراحت واجت، لا، هي العادات اللي صارت بكورونا. على سبيل المثال انه نحن كنا نسلم مصافحه، نشوف ناخذ هيك بالاحتضان، هلا صار السلام حتى مو باليد، صار السلام عن بعد. من العادات التي تغيرت اثناء فتره الحجر انه صعد لا ما بدي سلم. مستقبلا ربما تصبح السلام هيك، او يصبح التربيت على الكتف. ممكن يصير في عادات تعزيز بعض العادات منه، انه ما عاد الناس ياكلوا من برا، ما عاد يجيبوا ديليفري، لانه كثير كانوا يطلبوا ديليفري، هلا بيقول لك ايه هلا ممكن بيجيب لي جراثيم، لا ما بدي. ممكن في عادات تتعزز من استخدام المطهرات، استخدام المعقمات، في ممكن عادات مثل التباعد الاجتماعي، انه لا خليكي بعيد عني ممكن تكون حامل فيروس. يعني اللي صار بكورونا مش رح انه بعد كورونا يتغير، لا مش رح يتغير، ممكن يزداد وممكن يتطور وممكن تنشأ منه عادات جديدة. نعم. إضافة إلى ذلك، نحن مو انه عدنا شهرين حتى بالعادات في المنزل، يعني انه اكتسبنا عادة سلوكية سيئة. كل الأبحاث والدراسات تؤكد أنه اكتساب عادة يلزمه بين شهرين لست شهور، فلحد يخاف من الناس. أنه إيه أنا صار لي شهر عم نام الساعة 10، هلأ شلون بكرة بدي نام الساعة 9 أو شلون؟ لا، كل العادات اللي صارت أثناء هذه الفترة الشهرين لم تصبح عادة ثابتة راسخة متأصلة، وبالتالي التخلي عنها يصبح سريع. بتصبح عادة راسخة يلزمه على الأقل 6 أشهر، لكن ما جرى أثناء كورونا سيتعزز بعده، مثل موضوع اللقاءات والسلامات والاجتماعات والتباعد، انه خليك بعيد عني متر ونص، لا تسلم علي، لا تجي لعندي، لا تجيب لي شيء. فهي الاشياء بالعكس منيحه، وفي المحافظه على النظافه العامه، على الصحه العامه، كسر غسل الايدين، كله هي منيح، باستثناء الشيء اللي ممكن يعمل بعض من القلق والمصابين بالوسواس القهري. في بعض النوعية من الناس عندهم وسواس قهري حول النظافة، فيكسرون بشكل فائض من الغسيل بشكل مرضي، هذول بيحتاجوا إلى بعض الجلسات العلاجية، ممكن يرجعوا ويعملوا إلى الحد المعتدل في النظافة. فهي الأمور إيجابية وليست سلبية. أكيد يعني، بس دائما كمان عم نلاحظ أيضا مثل ما حكيتي اللي معهم وسواس قهري أحيانا يعني عم يصير عندهم مثل تخرش بالمجاري التنفسية، الإيدين، يعني قديش كمان مهم الاعتدال، كل شيء بيزيد عن حده مثل ما بيقولوا فبينقص، وقديش الأهل كمان لهم دور كتير كبير بأنهم يأمنوا خلينا نقول الجو المناسب للطالب لبدء دراسته من جديد وتهيئة، حتى يعني مو تضل تنظف قدامه الام، يعني تطلع من الغرفه ايش اللي كتبك، يعني احيانا بيكون له جو خاص يعني. تمام. ممكن يكركب الطاوله. طبعا دور الام دور كثير اساسي، دور كافه افراد الاسره دور اساسي، مو ليس فقط بالاستعداد النفسي للدراسه. حتى هلا شوفي موضوع كورونا يجب الا يغفل، اخذ حيز وهو سبب انه خلى الطلاب ما يروحوا على المدرسه. نعم. يعني سبب الانقطاع المؤقت عن الدراسه هو كورونا، اذا انا علي ان اخذ كورونا بعين الاعتبار. حتى ناخذ كورونا بعين الاعتبار ونساعد ابنائنا في العوده الى الدراسه دون قلق ودون توتر، مفروض على الاقل الام والاب الا يصابوا بالقلق والتوتر.
لأنه كل المشاعر النفسية السلبية والإيجابية تنتقل بالعدوى من الآباء إلى الأبناء. يعني إذا كان الأم أنا ابني بكرة بدو، هلأ أنا سمعتها من بعض الأمهات أنه بكرة ليش رجعونا المدرسة يتركوا شهرين تانين، بكرة ابني بيصير معه كورونا، بكرة بيجي أولاد كثير، أنا ما رح أبعت ابني، أنا ما ببعت أولادي. نعم. فصارت هي القلق عند الأم ولدت حالة من القلق عند الطفل، وبالتالي الطالب اللي رايح على الجامعة رح يروح مرتبك ومضطرب أنه إذا أمه عم بتقول ممكن ينعدى، فهو بيقول ايه اكيد ممكن انعدى. نعم. القلق الموجود عند الام سينتقل الى الولد. لذلك يفضل وينصح للاهالي ان يكونوا على درجه عاليه من الهدوء، من الاتزان، من الوعي. وزاره التربيه ووزاره الصحه ووزاره التعليم العالي تتخذ كافة الإجراءات لسلامة الطلاب إلى أقصى درجة من الأمان، فالأهالي يكونوا على اطمئنان، يساعدوا أبنائهم في الارتخاء وفي الاتزان، ما يخلوهم ضايجين ومتوترين. لا، ما في شيء بيخوف. الإجراءات الاحترازية والرعاية الصحية في الجامعة وفي المدرسة تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي، فأبنكم في أمان. فيا أيتها الأم كوني رايقة، كوني هادئة، ساعدي ابنك، هذا مستقبله. إذا راحت السنة ممكن يخسر، خليه يحقق النجاح وينتقل. صحيح. إلى الجامعة ويحقق. صحيح. نفسه أفضل ما أنه تضل بحالة توتر وقلق. إضافة. نعم. إلى ذلك القلق الناتج عند الأم أو الأب بسبب الانتشار من كورونا. نعم. معلش يبتعدوا شوي عن الأخبار، يبتعدوا شوي عن الإصابات، ويعرفوا تماما ما اتبع الإجراءات الوقائية دائما. يبتعدوا عن الأخبار ولكن عن الأخبار أتبع. لكن في فرق، نحن بنبتعد، ما بدنا كل نهار قاعدين حاطين على الأقنية وين صار وين صار. لا، نحن خلص عرفنا أنه هذا الخبر اليوم وخلص، عشر دقائق، ما في داعي كل الاستفزاز. طريقة عرض الأخبار وطريقة عرض الضحايا وطريقة عرض المحطات المستفزة، في محطات مستفزة تثير النفس البشرية أنه ليش هيك، فبتخوف الناس، بتخوف الأم، بتخوف الأولاد. فأنا ما في داعي أشوف لها المحطات، في عندك أنت أخبار كل واحد ببلده، كل إنسان ببلده يشوف أخبار بلده. نعم. ويتابع من المحطة الوطنية وبالتالي. نعم. يأخذ الخبر اليقين منه. نعم. نعم. فلذلك الأهالي يجب أن يكونوا على درجة عالية من الهدوء النفسي والاتزان من أجل أبنائهم، سيما أثناء العودة إلى المدرسة، وتأمين لهم الأجواء المريحة وتأمين الغذاء الجيد، وأهم شيء تأمين قدر من المحبة والحنان. نعم. يعني بهي النصائح نشكرك الدكتورة دابة عبد الهادي، دكتورة في علم النفس، على كل المعلومات القيمة يلي قدمتيها. شكرا كثير لك. أهلا. شكرا شكرا لك دكتورة.